مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني نشراتنا الرياضية لليوم. يوم العشية مع الخمسة باش يتم تنظيم قرعة روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قرعة باش تصير في مقر الجامعة بحضور ممثلي الأندية، باش تكون منقولة مباشرة على حساب الجامعة على الفيسبوك. نذكروا أنه البطولة باش ترجع يوم 27 أو 28 أوت الجاري حسب ما أعلنت عليها البارح وزارة الشباب والرياضة. الاتحاد المنستيري أعلن اليوم تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حازم اللامستوري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي النجف العراقي اللي تألق معها الموسم الماضي. ذكروا أنه الاتحاد يستهل مشاركته الموسم هذا في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نادي آيس بسيا تشادي في الكاميرون نهار الأحد لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول. متوسط الميدان الدولي التونسي لنادي فينيرفاروش المجري محمد علي بن رمضان رفض عرض من نادي الأخدود السعودي لتعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وكيل أعمال اللاعب أكد المزيك أنه انتقال بن رمضان للفريق السعودي مستبعد في الوقت الحالي، رغم أنه المدير الرياضي للأخدود حسن مرزوق تحدث عن عرض مالي ضخم قيمته 2.8 مليون دولار. نعطيكم برنامج المباريات الودية للأندية التونسية اليوم. الأربعة ونصف الميدان الفرعي للطيب المهيري نادي صفاقسي يواجه التقدم الرياضي بساقية الداير. الستة مستقبل جابس يواجه اتحاد العاصمة الجزائري في مقر طرابلس الفريق بتبرقة. والأربعة قوافة القفصة يواجه وفاق ستيفا الجزائري في حمام بورقيبة. نختم برنامج أبرز المباريات خارج تونس. اليوم عودة منافسات الليغا، وفي البرنامج زوز مباريات. الستة أتلتيكو بيلباو يستضيف خيتافي، وثمانية ونص ريال بيتيز ضد جيرونا. بالنسبة لإياب الدور التمهيدي الثالث للأوروبا ليغ، لوغانو السويسري فريق الدول التونسي محمد الحاج محمود يواجه بارتيزان بلغراد الصربي مع الستة ونص. فريق بن محمود كان فاز في الذهاب واحد بلاش. السبعة وربع أجاكس أمستردام ضد باناثينايكوس اليوناني، والسبعة ونص سيرفيتا سويسري ضد براغا البرتغالي. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاوها على السيت mosaicfm.net.